السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نشوف مع بعض موقع جديد اسمه تيم بلاتفورم. زي ما باين من اسمه الموقع ده بيساعد إن يبقى عندي مثلا فريق عمل وفي شوية ملفات موجودة بنشاركها مع بعض، بحيث أي واحد ممكن من الجهاز بتاعه يدخل ويشوف الملفات اللي موجودة. أنا دلوقتي دخلت على الورك سبيس، عامل كذا ورك سبيس. مثلا ده مشروع المشروعات، رفعت الملفات عليه تمام، وبحط الزمايل اللي موجودين معايا. لو في اي كومنت عايز الكومنت يوصل ليهم كلهم بحط الكومنتات هنا تمام، بحيث اي حد فيهم هيدخل هيقرا الكومنتات، هيقرا اشوف الملفات يقدر يحملها. هنا لو في بيش عايز احطها، لو في تاسك، التاسكات هنا عامله زي برنامج البرومافيرا. الميزه هنا انها اونلاين، يعني في اي وقت ومن اي جهاز، ممكن من الايباد حتى تدخل عليه، ممكن من الجهاز بتاعك او من البيت من الشغل، من اي جهاز. مجرد هتدخل تكتب الاسم والباسورد هتوصل تعرف المشروع وصل لحد فين، ايه اللي المفروض هيتم دلوقتي. فهو الموقع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشاكل خالص تمام. وممكن تبقى في نسخه، يعني انا دلوقتي شغال على النسخه المجانيه مفيش اي مشكله خالص، بس هي محدده بعدد معين من المشاريع، محدده بعدد معين من الفريق العمل الموجود في كل مشروع. اعتقد ان الموقع جميل جدا، هيسهل لي ان احنا نشارك الملفات، هيسهل لي ان احنا من اي مكان تقدر تنزل الملفات بتاعتك، هيسهل لك ان انت تشوف المشروع بتاعك وصل لحد فين، ايه الحاجات اللي فيه، ان الكومنتات تبقى مشتركه بينا. يعني ان شاء الله البرنامج يفكه وهتدعوا ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.